حياكم الله من جديد. نظمت إحدى المؤسسات الإسلامية في العاصمة البريطانية لندن مؤتمرا سنويا بحضور شخصيات متعددة تزامنا مع المناسبة الدينية في شهري محرم الحرام وصفر الخير. المشاركون بيّنوا أهمية انعقاد هكذا مؤتمرات تسهم في نشر مفاهيم النهضة الحسينية بين طوائف المجتمع، مؤكدين على ضرورة الاستفادة من النهضة الحسينية الخالدة من أجل الحفاظ على المبادئ الإسلامية في الجيل الجديد. تحت شعار أطروحة التغيير، نظمت لجنة مؤتمر الإمام الحسين عليه السلام المؤتمر السنوي في إحدى قاعات مدينة ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن، والذي تزامن عقده في شهر محرم الحرام وذكرى واقعة الطفل الأليمة والتغيير الذي قام به الإمام الحسين ضد ما قام به بنو أمية من تحريف السنة النبوية والأحكام الإلهية، تحريف ظاهري وتحريف باطني. This conference, this is the third year of the conference, the third year in organizing the conference, and alhamdulillah, it has grown from being a conference with a limited number of audiences to a conference that's now both in America and in London. وحضرنا بعض الصور من إصدارات العتبة الحسينية في كربلاء لنري الجالية المتواجدة هنا في بريطانيا عن الأدوار التي مرت بها العتبة الحسينية خلال العهد البائد والعهد الحالي. أوضح المشاركون في المؤتمر والذي حضرته شخصيات دينية وجمع غفير من عشاق الحقيقة ومن أجناس مختلفة إلى نشر أهداف ثورة الإمام الحسين عليه السلام وبالطريقة الصحيحة من خلال التغيير الإيجابي والذي يبدأ من الإنسان نفسه أولاً ليصل بذلك إلى المرتبة التي رسمها سيد الشهداء في تلك المسيرة الخالدة. أنا حاضر اليوم هنا في الإمام حسين كونفرنس لأرى ماذا فعل الإمام الحسين عليه السلام لأجل الإسلام والمسلمين وجميع الناس. إنه هو استشهد لأجلنا، فإحنا من واجبنا نحضر هيك أماكن. أول سنة إلي أحضر وما شاء الله مع هذا العدد الكبير، إن شاء الله يوصل إحنا قدر الإمكان نوصل رسالتنا، رسالة الإمام الحسين عليه السلام إلى جميع العالم. I bring a message to the conference from the Husseini Encyclopedia for all youth to raise the banner of knowledge in service to the justice of Imam Hussein and to the cause of Imam Hussein and to the rewards of Imam Hussein. It's very nice because everyone has their own stall and they sell different stuff about Imam Hussein, so you can understand it without like with small things. For instance, like this jumper I got today, it says justice. التغيير الذي أحدثه الإمام الحسين عليه السلام في تلك الحقبة لا يزال ينبض في عروق الشباب للقضاء على الأفكار الخاطئة التي تشوب المجتمعات. نمارق عماد، قناة كربلاء الفضائية، لندن.